نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حل علينا شهر الله المحرم، وهو شهر عظيم من أفضل الأشهر التي يستحب للمسلم صومها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. فليس شهرا في السنة بعد رمضان أعظم عند الله من شهر الله المحرم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. فأحث نفسي وإخوتي على مجاهدة أنفسنا لصيام ما نستطيع صومه من أيام هذا الشهر. فاحرصوا على صيام ما تستطيعون، وحثوا أهليكم على ذلك. وأفضل ما يصام في هذا الشهر صيام يوم عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم عنه: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وشرع صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام من أكبر طاغية عرفه التاريخ، حيث ذكر الله عز وجل في كتابه تلك القصة التي تبين كيف انتصر الحق على الباطل، لتبعث في قلوب المؤمنين الثبات. فقوة الباطل لا تقاوم الحق مهما بلغت، فهي مبنية على أساس فاسد. لقد كان فرعون يستضعف بني إسرائيل، ويقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ولكن مشيئة الله نافذة وقدرته قاهرة، فشاء الله لموسى عليه السلام أن ينجو من القتل عكس مواليد بني إسرائيل في تلك السنة، وأن يتربى في بيت فرعون تهرسه عناية الله حتى كبر وبلغ أشده. وبعثه الله برسالته إلى فرعون، وآتاه من الآيات ما يدل على صدقه، ولكن فرعون كما قال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. عباد الله، نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون، وهذا خلاصة ما حصل في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فهو يوم له فضيلة عظيمة صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل على نصره. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم
الذي تصومونه، فقالوا هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، رواه مسلم. وحث صلى الله عليه وسلم على صيامه وبين فضله فقال: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يصومه منفردا، بل يضم إليه يوما آخر، مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، رواه مسلم. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، والأجر المترتب على الصيام هو صيام يوم العاشر، فمن صامه كفر الله عنه خطايا سنة كاملة، ومن صامه معه يوما قبله أو بعده نال ما أجل التكفير أجر المخالفة. فصم يوم التاسع مع صيام اليوم العاشر، وإن لم تستطع فصيام يوم العاشر وحده، فمحصل به الأجر بإذن الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد أحدث الشيطان الرجيم بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه 3 بدع في عاشوراء. عباد الله، البدعة الأولى يقترفها الشيعة وخاصة الرافضة، حيث أخرجوا عاشوراء عن شكر الله لنجاة موسى عليه السلام، وجعلوه متعلقا بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، فجعلوه بدل الصيام والشكر متعلقا بالحزن والنواح واللطم والصراخ والبكاء وجرح الأجساد وإسالة دماء الصغار والكبار بضرب أجسادهم وجرحها بالسكاكين والأسياف، وإظهار الجزع وإنشاد المراثي، وقراءة أخبار مثيرة للعاطفة مهيجة للفتنة، وكثير منها مكذوب، وهذا لا شك في أنه غير جائز بإجماع المسلمين. ومن أفشه الذنوب وأكبر المحرمات
حيث حرم الله النياحة على الميت ولطم الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. رواه البخاري. فكيف بالنياحة على ميت مات منذ قرن ونصف، بل وحط رحاله في الجنة فهو سيد شبابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. بل وجعله الرافضة هذا اليوم العظيم من الأيام التي يكثرون فيها من لعن وسب الصحابة رضوان الله عليهم، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد عهدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. البدعة الثانية يا عباد الله بدعة ناصبة، وهذه الفرقة تكاد أن تكون منقرضة، حيث كانوا يحتفلون في يوم عاشوراء مخالفة للرافضة ومناكفة لهم واحتفاء بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. البدعة الثالثة من بعض جهال أهل السنة، حيث جعلوه يوم سرور وفرح، وجعلوا هذا اليوم عيدا بحجة أن الله أنجى فيه موسى عليه السلام، ووضعوا الأحاديث التي فيها حث على الاكتحال والاختضاب والاغتسال والتوسعة على الأهل وغيرها من الأحاديث الموضوعة في فضل يوم عاشوراء، فأحدث أولئك الحزن وأحدث هؤلاء الأعياد، وكل هذا من البدع المحرمة. فعاشوراء ليس فيه إلا الصيام شكرا لله، لا فرح ولا حزن، لا فرحا ولا حزن. وقال الله: وإياكم شر البدع. يا مسلمي أتكأيشي هدوب ما أيو تنا مغاناني كان فلالر ونن وطا دمك تشكي كما يدمك سني منا تشكي ونن وطا wanda ake ce ma al-Muharram, ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma. Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani yayi ishara zuwa ga wannan wa'annan watanni a cikin suratu Tauba, inda yake cewa: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Lalle kididdigar watanni a wajen Allah wata 12 ne. Sai yake cewa daga cikin wa'annan watanni 12 akwai watanni guda hudu masu alfarma. Daga cikin wa'annan watanni masu alfarma, ƴan uwa musulmi, akwai wannan wata da muke ciki. Ana buƙatar mu azinci kwanuka da yawa a cikin wannan wata. Kamar yadda muka sani, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar da mu akan tsoron Allah. Lalle mu ji tsoron Allah, domin jikunkunanmu ba su iya hankuri akan wuta. Mu sani cewa mafi alkhairin shiriya shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mafi sharrin al'amurra al'amuran da aka kaga aka shigar da su a cikin wannan addini waɗanda ba su da asali, mafi munin abin da aka kaga wato kowace bid'a bata ce, kowace bata tana cikin wuta. Allah ya kare mu. Wannan wata mai girma, mun wayi gari a cikinsa, wata ne mai falala wanda ake son bisa ga mustahabbanci bawa musulmi ya azinci watan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata cikin hadisi, inda yake cewa mafificin azumi bayan watan Ramadan shine watan Allah al-Muharram. Jingina wannan wata zuwa gare shi, zuwa ga Allah madaukakin sarki, wannan na ƙara nuna muna falalar wannan wata. A cikin wannan wata, wato Allah madaukakin sarki
ya wato ya kubayan Allah musulmi lalle wannan wata na cikin wanda ke cikin wannan shekara bayan Ramadan shine mafificin wato azumi da mutun zai azimta wato mafifici bayan azumin Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci watan da cewa shine watan Allah mai alfarma jingina wannan zuwa ga Allah yana nuna falalar watan da kuma fifikon sa ina kwadaitar da kaina da kuma ƴan uwa musulmi akan azimtar abinda muke iyawa daga cikin wannan wata sannan mu kwadaitar da iyalanmu su ma gada wannan gara basa ta wuce su su ma su ribaci wannan dama da Allah ya ba su su azimci wa'annan azumma ƴan uwa musulmi an shar'anta azumin Ashura domin godiya ga Allah madaukakin sarki akan tsiratar da annabi Musa daga wani wato mai ƙetare iyaka wanda tarihin musulunci ba a taba samun wanda ya fi shi ƙetare iyaka ba ta yadda Allah madaukakin sarki ya muna bayani a cikin alqur'ani wurare daban-daban kissar annabi Musa da Fir'auna da kuma bani Isra'il yadda ya wahalar da su yana raunanar da su yana kashe ƴaƴansu maza yana raya ƴaƴansu mata amma Allah madaukakin sarki ya zartar da wato abin da yake so ta yadda ya so annabi Musa ya kubuta daga Fir'auna sannan kuma sabanin diyan bani Isra'ila wanda yake kashewa kuma sai Allah ya so ya kasance shi gidan Fir'auna nan ne annabi Musa alaihi salamu zai tashi Allah ya ci gaba da bashi kulawa har wato ya kai girman sa Allah mukin sarki ya aiko shi kuma zuwa ga Fir'auna ya bashi ayoyi da mu'jizoji waɗanda za su karfafa gaskiyar manzancin sa amma Fir'auna sai ya ƙaryata ya juya ya bada baya ya tara jama'a yayin shela da babban murya yace in ma na yadda akwai wani ubangiji to ni ne mafi girma daga cikin su wannan shine Fir'auna ya ku bayan Allah Allah mulkin sarki sai ya tseratar da wato annabi Musa da bani Isra'il daga sharrin Fir'auna wannan a takaice shine abin da ya faru a cikin wannan yini da muke cikin sa 10 ga watan al-Muharram sanadiyar wannan sai annabi Musa da nuna godiya ga Allah sai ya azumci wannan yinin 10 ga watan Muharram domin ya nuna godiyarsa ga Allah bisa ga nasarar da ya bashi akan Fir'auna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko da yazo madina ya samu yahudawa suna azimtar azumin ashura sai ya tambaye su me yasa kuke azimtar wannan yini sai suka ce wannan yinin muna azimtar sani saboda yini ne a wurin mu mai girma yini ne da Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa da mutanansa daga Fir'auna kuma ya nutsar da Fir'auna sai annabi Musa ya azimci wato 10 ga wata na Muharram domin ya nuna godiyarsa ga Allah sai wannan ke nuna mana cewa ashe idan Allah ya ma mutun ni'ima yayi maka baiwa to abinda zaka yi dan ka nuna godiyarka akan ni'imar da Allah ya baka shine yin ayyuka na ibada saboda haka kun ga da Allah ya tseratar da annabi Musa da jama'ar sa daga sharrin Fir'auna da mutanansa sai annabi Musa ya gode ma Allah ta hanyar azimta wannan yini to amma mu a yau aka sin haka idan Allah ya ma mutun ni'ima ko yayi aure to sai a kira DJ a cashi a kada kunkuru ana liƙin kuɗi to wannan shine abin da mu muke yi a yau amma bayan Allah na kware duk lokacin da Allah ya musu ni'ima suna ganin Allah na bin su bashin godiya da me za su gode ma Allah da da'a ga Allah da abin da ya shar'anta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce ai mu muka fi dacewa mu raya wannan yinin sama da ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan azumin na 10 ga wata kuma ya ba sahabbai umannin su ma su yi azumin ya kuma kwadaitar akan yin azumin ya bayyana muna falalar yin azumin annabi ya ce azumin ya na ashura
wannan idan mutun Allah ba shi dama yayi wannan azumin yukaffiru sanatal madiya shekara guda wadda ta wuce za a kankare masa zanubansa gabaki daya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai sahabbai suke ce mashi ai mun san karantawarka kana son ka saba ma yahudu da nasara su suna azumta 10 ga wata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wala in baqitu ila qabilin la asumanna tasi' idan shekara ta zagayo to zan azinci 9 ga wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai ga shekara bata zagayo ba yana raye Allah ya karbe shi sai wannan ya zama addini idan zaka yi wannan azumin ka azinci 9 da 10 kamar yadda bayani yazo ko dai ka azinci 9 da 10 ko ka azinci 9 da 10 da 11 ko ka azinci wato 10 kadai ko kuma ka azinci 10 da 11 abinda dai ake so ka saba ma yahudu tunda su 10 suke azinta kai kai kokari ka azinci wato 9 da 10 dan ka saba musu Allah ya ba mu ikon yi sai abu na gaba akwai bid'o'i jama'a abinda kawai aka shar'anta a cikin wannan yini don me bin social media ya ga abubuwan da ke faruwa akwai ƴan shi'a su sun maida wannan yinin bakin ciki karami daga cikin su bai tsira ba balle babba za a samu wuka mutun ya dasa makai ne me yasa yake haka nan shi ya dauke abun daga ranar da anka tseratar da annabi Musa ya maida abun ya kulla alaka abun da ranar da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-Husayn saboda haka zamu ji bidiyo inda aka kaga da ake bukata mutun ya nisanta shedan yazo ya haddasa wayannan bidiyoin guda uku a cikin wannan wata sai ka diba ka auna kanka ka gani kana hada cikin ɗaya daga cikin wayannan bidiyoin Allah ya kiyaye mu bid'a ta farko ƴan uwa musulmi bid'ar ƴan shi'a musamman rawafid sune waɗanda suka canza wannan yinin daga yinin nuna godiya ga Allah raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya azumta wannan yinin suka kulla alaƙar yinin da ranar da aka kashe Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same su maimakon su yi azumi za su kama kururuwa suna kuka suna marin kundukukin su suna kuka suna jima wato jikunkunan su rauni suna tsiyayar da jinin manya da kanana daga cikin su suna jima kan su rauni da wukake da kuma takubba da kuma bayyana bakin ciki da rera wasu abubuwa na yaban wato waɗanda sun ka wuce baya idan ka bincika abubuwan nan da suke fada game da magabatan abubuwa ne waɗanda suke motsa bakin ciki suke tayar da bakin ciki kuma ba su da asali saboda haka ba umurce mu da wannan ba a wannan yini ba wanda yace ka ji makanka ba wanda yace ka mari kanka hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haramta kuka akan mamaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk wanda wato ya shiga wani halin wato wani makusancin shiyar rasu ya kama yana kuwa wayo mun bani mun lalace alhaji wane ya rasu ina za mu sa kan mu ya koma yana fadin irin wannan yana marin kansa ya dauki kansa ya maka kasa ana bashi hankuri yana yage rigar da yasa wai dan ya rasa wani masoyinsa to ya sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ba ya tare da mu saboda haka wannan bid'a ce ta ƴan shi'a abinda ake so kai a wannan yinin shine azumi bid'a ta biyu ƴan uwa musulmi bid'ar wayanda ake ce manasiba su kuma aka san ƴan shi'a mi muka ce suna yi bakin ciki da jima jikinsu da kururuwa da sauransu su kuma wayannan sai sun ka canza aka san wayancan su kuma mi suke yi farin ciki suna jin dadin an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su aqidar su
ba su san ahlul bait musamman sayyidina Ali radiyallahu an. To wannan bid'a ba taka bace, bid'a ta gaban uwa musulmi, bid'a da a cikin mu ahlus sunna shine wannan yinin, shine ka maida wannan yinin ranar Idi. Yadda ka san ana Idi, wasu bayan Allah haka suke yi, zai yi donki, zai je ya sayi rago, a yi soye soye, a yi sabon donki, shi kuma haka yake yi. To wannan ma bid'a ce. A takaicen takaicawa ƴan uwa musulmi, abinda an ka daura muna a cikin wannan wata menene? Azumi. Duk abinda ka yi ba wannan ba, na raya wannan yinin, to ka saba ma Allah, ka zo da bid'a wadda Allah bai saukar da hujja a kanta ba. ƴan uwa musulmi, mu nisanci bid'a idan muna son rahamar Allah ta sauka a kanmu. Wa qana Allahu wa iyyakum min sharril bid'a ma zahara minha wa ma batan wa hadha lis-sunani وجعلنا نقتدي بخير البشر اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك وسار على نهج خليلك ومصطفاك اللهم احفظنا بحفظك ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله